شيخنا المعلوم عندنا أن المرجعية لعلماء الأمة مثل اللجنة الدائمة. شيخ وعندنا بعض الكتب كتبها بعض المشايخ ردت عليها الهيئة اللجنة الدائمة في قضية مسألة الإرجاء. ما عليكم من هذه الأمور، بارك الله فيكم، ما إيه عليكم شيخ؟ من هذه الأمور. شيخ جزاك الله خير. شيخ والله نعطيك مثال، الشيخ علي حسن، الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي أصدر عند الأخ علي إيه والله بن حسن نعم الحلبي له جهود علمية جيدة، نعم، وحتى الساعة أي والله أنا لا، وحتى هذه الساعة أنا لا أعلم ما يمنع من النظر في كتبه والاستفادة منها. ولكن شيخنا مؤخرا اتصلنا بشيخ عبد الله الغديان وقال هو رئيس المرجئة في الجزيرة، فكيف نعمل بكلام عبد الله الغديان وهو من عضو في الهيئة؟ يا ولدي يا ولدي، أنا أجبتك بعلمي، ايه والله أجبتك بعلمي، جزاك الله خير. ولا أسأل عن غيري، بارك الله فيك. والله شيخنا علمك فيه إرجاء لأنك تؤيد المرجئة والعياذ بالله. بارك الله فيك، هدانا الله وإياك شيخنا. لا بارك الله فيك، هدانا الله وإياك شيخنا، أقول لا بارك الله فيك. هدانا الله وإياك، أنت أعوذ بالله تؤيد المرجئة يا شيخ. من الجزائريون والليبيون، حمير جندل رحم الله، مع السلامة. ما هذا سوء أدب منك يا شيخ.